أنا مجموعة مكتبات حلوة رح نمر عليها ناخذ منها تمرين. هي مكتبة مشهورة اسمها أرك موديلز، بتصدر بلوكات ماكس. هلا هدول عبارة عن عناصر إضاءة، بس احنا بدنا البسيطات كثير، يعني مثل ما شايفين كلهم ناتجين عندي من مجسمات بسيطة، فأغلب على فكرة ممكن يتكون معكم. نحن رح ناخذ تمرين منه، شوف هاي عبارة عن سلندر مثلا بس مفرغة، يعني احنا ممكن نقصها بسلايس ونعطيها شيل، أو ممكن نوصل منها من شو مباشرة من التيوب، ما هيك؟ التيوب بيعطيني سلندر مفرغة. وممكن يعني هاي التفاصيل اللي شايفينها اني حط سلندرات هون وسلندر عبارة عن حامل وبوكس بالسقف، بيعطينا تفاصيل كتير حلوة. اذا مرينا عليها في عنا مثلا هيك اشكال، طبعا هذول كلهم ناجين من شو؟ ممكن هاي السلندر قصة اعطيها شيل وشو بعد اضيف لها؟ تيبر، ما هيك؟ عشان اعطيني الشكل هذا. طيب هذا الشكل، طيب هاي مثلا، يعني هاي كلهم تقريبا خلينا نقول تقدروا توصلوا منها لنتيجه حلوه. هدول رح ناخذ تفاصيل عن درس جاي لما بدنا نحكي على الشيبس ممكن ارسمها، بس بوصل لك هدول. يعني مثلا هاي كثير بسيطه، هي سلندر وبين مثلا، بعدين سلندر وعاملين له تيبر، وبعدين شو عاملين؟ مكررينها خمس نسخ عن طريق البولر اري مثل ما شفنا من شوي. فانتوا اذا قعدتوا تشتغلوا فيهم المفروض يطلع معكم يعني شغل حلو. هاي عباره عن تيوب مثلا، في عنا امر التيوب بالرسم، ممكن اعدل عليه عن طريق اوامر تعديل لحتى اوصل منها لهالشكل هذا. هاي عباره عن سفير ممكن نضغطها اوصل منها لهالشكل هذا. فكثير امورهم بسيطه، يعني بيعطونا افكار حلوه بالشغل، وانت ممكن تطلعوا عليهم تشوفوها. شوفوا هاي محلاها، عباره عن بوكس تمام، فاتلينه على الزوايا كلها، وفوق شو عاملين له؟ سلايس قصوصة قص. فأمور بسيطة، يعني في عنا عناصر شوف في مكتبي تاني يمكن أبسط منها. هلا هون هدول العناصر ابسط من اللي قبلهم، كمان ممكن نوصل نستفيد منهم بافكار حلوه. خلونا نطبق واحد منهم. شوفوا هدول مثلا، هاي العنصر عباره عن شو؟ سلندر تمام، عاملين له شو؟ تيبر، وبعدين عاملين له سلايس وبالميل، وشو عطينا بعدها؟ شيل، ما هيك؟ شان السماكي، وهون بنحط انتين كبراغي. هاي ممكن تكون جزء من سفير، ممكن بالسفير في عنا قيمة اسمها هيمسفير، تعطيني جزء من كرة مشان تعطينا السطح هذا. رح نعمل نحن في واحد كان هيك فيه في تفاصيل حلوة. طيب موجودة معنا صورته، بدنا نعمل هذا العنصر، هو عنصر إضاءة مثل هالعناصر هاي بس يعني مطور أكتر منه. طبعا الجسم الرئيسي هذا منين ممكن نوصل له؟ مثل ما حكينا من شوي، سلندر وتيبر وسلايس وشيل تمام. بعد رح اعمل نسخة تانية تحت، يعني هاي التفاصيل الصغيرة بتعطي حركة رهيبة للتصميم. نحط براغي مثلا هون، سلندرات صغيرة فكتير بتعطي حركة حلوة. بعد رح نعمل سلندر طويلة رح تكون حامل اللمبادير. ممكن هيك ممكن هيك، بس سفير على فكرة ما رح تطلع معي كل قد، يعني قد ما حاولت تشتغلي فيها ما رح تطلع معك بالانسيابية هاي.
تحت القاعدة رح ناخده جزء من من السفير تمام، وهون رح ناخده كمان امتداد للسلندر هاي. ف يعني بظن اموره بسيطة ما هيك، خلونا نبدأ فيها. بس رح ابدأ بالقسم الفوقاني، هي سلندر تيبر، نزيدها وناخد كيف. طبعا انا بس بدي يعني وصل لفكرة يعني انا اذا نسب ما عجبتني ممكن استعمل سكيل معه تمام، مع انه والله بس موضوع انه خلص اوامر تعديل، فبتم بعدل حتى اوصل انا للشكل اللي بدي اياه. رح صغر بس الراديوس السلندر، مركبهم كله، انا بقدر نقل بيناتهم ضمن هالتفاصيل هاي. اللوحة هاي بنسميها موديفاير ستاك. هلا ضفت ضفت سلندر، بعدها شو ممكن نعمل؟ رح اضيف سلايس. شايفين المحور وين بينزل المستوى تبع القطع؟ فرح نرفع لهون. شو رح اعطيه هلا؟ ريموف توب ميلة اكتر، كون وصلت لهالشكل هذا. بس شايفها مكسرة كتير، رح ارجع ازيد السلايدز اول شيء، ورح ازيد السيجمنتس عشان تعطيني شكل ناعم اكتر. طب نسبتها ما حبيتها مثلا، طلعت كتير منطوطة، فممكن اسكيل نقي انا النسبة اللي بدي اياها. الشكل الاساسي بضل موجود دوام بعد يعني سلايد حبينا. ايه موجود هون، اذا بدك تغيره هاي سلايس بلان كان ارفع كان فيها اللي كيف، والتيبر موجود والسلندر موجود، ممكن نزيد هون الراديوس مثلا. شايف تأثير يعني بيعمل مشاكل احيانا. طبعا بعد ما عملنا سلايس شو ممكن نضيف هون؟ شيل تمام، وصلنا نحن للشكل هذا. طيب رح صغيره بس نرفع لفوق. بدي اضيف ال قبل رح اضيف الكورنيش هاي اللي تحت، او شو بسموها هاي التفصيلة التحتانية، فممكن اعمل منها نسخ تمام. عملت نسخة تانية وكوبي، او رح اعمل فوق اب بمكان، رح اعمل له كلون تمام كوبي اوكي. ممكن اخذ هون السلندر بس زيد الراديوس شوي، هاي زيت سماكي، وبعدها اخذ سلايس قص بمستوى تاني. شايفين شلون اعطتنا اياها لحالها؟ هي بس نسخة تانية هون، يعني انا ما عملت شكلي خطيرة، بس مجرد نسخة تانية، بس كانت تعطي حركة كتير حلوة بال. شايفين النتيجة؟ طيب بعدها رح نحط الحامل او العمود الاساسي، رح نحط السلندر. مبدئيا رح ارسمه بدون قيام، نرجع على الموديفاي، رح ازيد الهايت، نضيفه حوالي 50 يمكن مثلا. افكار هالعناصر اغلبها بتنرسم على النسب احلى ما تنرسم على على قيم على ارقام. راديوس شوي طبعا ما حلو حقنا نحط سلندر هيك، نعطيها شوية تيبر بس. رح اضغط هاي شوي يا سكيل، تمام هيك. بينت عليكم شد تيبر بيعطي حركة حلوة، يعني كتير مزعج انه والله ينحط سلندر هيك شقفة وحدة. فهي التيبر رح ناخذ بعدها سفير. انا هون لسه ما تأكدت انه صار بالنص، هلا رح نطبقهم كلهم على مراكز بعضهم. رح ناخذ سفير موديفاير، رح اعطيه هون هيني سفير، اخذناها درس ماضي ما هيك، اخذ جزء من الكرة، فهي رح تكون الارضية قاعدة ل اللمبادير اللي عندي. رح طبقها مبدئيا هيك، بس بعدين رح احطهم على الالوان. ممكن اضغطها شوي
تمام هيك. خلونا نطبقهم على بعض. راح اخذ اول شيء هاي. هلا هون يمكن اذا اخذتها اللاين يعني بالاصل هاي مانع النص، فبدي اخذها على النظر اول تنتين يعني حاول قيسها تطلع معي بمركز هدول، لانه بالاصل هاي ما لها مركز نص، السلندر غيرناها يعني، فبنحطها تقريبا هيك. بعدها رح اخذ السفير تمام اللاين على السلندر. شو بدي اعطيه هون؟ ممكن هلا ما في مشكله اذا دخلت شوي، بس بوسط هون ما في داعي لزيد اكس واي، بقول له سنتر على السنتر، اكس واي سنتر على السنتر، فهون بتكون طبقت مباشره. مثل ما عملنا هاي الحركه هون، ممكن اخذ هاي السلندر اعمل لها نسخه ثانيه كلون، كوبي، نزيد الراديوس شوي، رح طبق لهون سلايس. شوفوا الفرق بيناتهم، طالع كتير صغير. رح زيد السلندر، رح زيد الراديوس شوي. هلا بين معنا هاي سلايس، اعطيه الشكل هذا. هلا مثل ما شايفين السلايس لما بيقص شو عم يعطيني، شايفين شلون طالع مفرغ ما هيك؟ فبنضيف امر تعديل. اذا انا ما بدي اضيف شيل، بدي اضيف امر تعديل ثاني اسمه كاب هولز، كاب وغطا، فبسكر لي الفراغات هاي. شوفوا بالنتيجة اعطاني شكل مطلق. يعني هاي سلايس رح نستعمل معه الشيل ورح نستعمل معه الكاب هولز، فهيك بالنتيجة نحن نكون عملنا العنصر هذا. بس انا حاسس النسب فيها مشكلة، حب هاي السلايس شو هي؟ السلايس ما خفيفة شوي؟ ايه ممكن هون خفيفة قصدك ولا تحت؟ ايه هون ممكن. ايه هاي سلايس، سلايس بلان كم فيها؟ اوكي هاي لون، اوكي كنا ناخذ هاي البلورة الترا اكس، كنا وصلنا للنتيجة هاي. تمام؟ صعب شي التمرين؟ نسيبه.